معانا دلوقتي ماريان بهادر، هي زوجة وأم لولد وبنت، وعلى حسب كلامها وكلب كمان، فهي أم الثلاثة. بتشتغل في مجال التسويق، وهي حد متميز جدا، دايما بتحب تجرب حاجات جديدة كتيرة وما بيوقفهاش لوقت ولا أي عامل تاني. ماريان هنتكلم معاها دلوقتي عن كل الحاجات اللي هي فكرت فيها، لأن هي ابتدت لسه من قريب تعمل فيديوهات زي ما شفنا واحد منهم دلوقتي. فهنتكلم معاها دلوقتي عن تجاربها كلها وأوقاتها. طيب. ازيك؟ ازيك انت؟ أهلا بيكي معايا. أهلا بيكم، مبسوطة اني معاكم. نفسي تعرفينا بنفسك اكتر من الحته اللي انا قلتها. اوكي شور. اوكي، انا ام الطفلين سليم وليلى، وبنت ناس لذيذه قوي، بهادر وميرفت. هم اثروا كتير على حياتي، وغير سليم وليلى زي ما انت قلتي عندي كلب اسمه اوليفر، وجوزي برضو من اكتر العوامل اللي يعني فرقت في حياتي جدا، اسمه رفيق. وبشتغل في مجال التسويق زي ما انتي قلتي بقالي سنين، كنت طول عمري يعني في شركات كبيره، مؤخرا بقيت كونسلتنت، بحط استراتيجيز للشركات اللي هي لسه بتبتدي او لشركات تانية حسب يعني حجمها، ويعني حاجات مختلفه. غير الشغل بحب اجرب حاجات كثيره زي ما انتي قلتي، على طول ما بيفرقش معايا خالص لو ليها سن معين او لو ليها اي طلب معين. لا، بكمل هو على طول. بيخبط بس. اوكي، فممكن نعدل السلسله. اوكي شو. فعلى طول زي ما بقول يعني ما بيفرقش معايا اي مشاكل، اي تفاصيل يعني ممكن تكون يعني ممكن حد تاني يفكر فيها. بس فيعني مش عايزه اقعد كتير. يعني ده ابتديت زي ما انت قلتي فيديو بلوج مؤخرا. فيديو بلوجينج ده اوكي، هو الفكره كانت عندي من زمان قوي، 15 سنه فاتوا تقريبا، وابتديتها كذا مره، بس كانت دايما بتحتاج يا اما مصاريف يا اما الناس مش عارفه تكوميت ليها وقتا، يعني تلتزم. فكل شويه كنت بيبقى نفسي اعملها. في سيريز معروفه قوي على فيسبوك اسمها جول كاست، هي فيديوهات قصيره لذيذه جدا. فالسيريز دي انا من قبل ما فيسبوك اصلا يكبر، يعني 15 سنه ما كان لسه المواضيع بتبتدي، وقبل ما السيريز دي تطلع انا كان عندي قوي الفكره ان انا اعمل حاجه شبه كده. بس فلما الموضوع يعني بعد شويه كل شويه الموضوع ده يهدى، وبعدين من كام سنه كده قلت لا خلاص، يعني لو دي حاجه جايه على قلبي قوي وانا نفسي اعملها الاقي طريقه اعملها من غير ما اتكلف بقى مبالغ رهيبه ويبقى محتاجه كرو والفيلم ده. بس فاللي كان واكلني قوي ان انا اعمل الموضوع ده انه الكونتنت جامد قوي بالانجليزي ومنتشر جدا، حاجات مفيده كتير، بس بنيجي عند العربي والمواضيع بتبقى اكتر يا اما هزار يا اما وعظ يا اما متدينه قوي يا هكذا يعني، بس ما فيش كتير حاجات مفيده بس في اللذيذ يعني. يعني ان انا بقول معلومه مفيده من غير ما ابقى بوعظك ولا بحاول ابيع لك انا مثلا دكتوره نفسيه، ولا انا عايزه لايف كوتش يو، ولا عايزه اي حاجه من ده. انا بس بقول لك حاجات فادتني انا قوي شخصيا، ونفسي زي ما فادتني تفيد ناس كتيره يعني. فكانت دي الفكره، وعشان كده بالتالي هي يعني سمعت مع ناس كتير، لان هي كلها تجارب شخصيه انا فعلا عشتها. وزي ما فادتني يعني بلاقي ناس كتير قوي بتكتب لي ازاي هم يعني بيتلامسوا وبيشوفوا حياتهم قوي فيها، وكانوا محتاجين يسمعوا الكلام ده. ويعني فهي حاجات زي ما بقول مش معروفه قوي للاودينس العربي. كان من قريب صح؟ كان من قريب. انا ابتديتها يعني انا صورت الاول من سنه وكرهتهم تماما، وحطيت في درج كده فيه مشاريع كتير قوي ببتديها ومش شرط اقوم بيها يعني. فكانت هي في الدرج ده، وبعدين حد زقني كده اني اجرب اشوف اللي هيحصل يعني. ولما جربت اول فيديو كان حلم يعني، نمت قمت 10,000، نمت قمت 20,000، اول 24 ساعه عدى 30,000، وبعدين عدى 80,000 كله اورجانيكلي. بس فكان شويه حدث يعني، فحسيت ان لا ما دام الموضوع ماشي كويس ممكن اكمل يعني. طب هل كان في اسباب بتخليكي خايفه تبداي الحاجات دي؟ لا، غير ان طبعا في الاحساس ان يعني انا هضيف ايه مش موجود اوريدي يعني. دايما الواحد بيفكر انه اسهل حاجه دلوقتي، كل الناس بالذات هم قاعدين في المرور يعني زهقانين، كل ماسك كاميرته وبيسجل. فكان اكتر حاجه فارقه معايا ان انا اي حاجه اقولها تكون حاجه فعلا بتضيف يعني للناس، وحاجه مش عارفينها، وحاجه فعلا ما تهرتش يعني بيسكلي. فكانت دي الحاجات اللي دايما بفكر فيها، وفي نفس الوقت لازم تبقى حاجه متعاشه يعني، يعني حاجه انا فعلا عشتها. فانا مش عايزه اتكلم في اي حاجه موضوع وخلاص، لازم حاجه تكون فعلا فرقت في حياتي قوي وعايزه اتكلم فيه. فطبعا الحاجات دي مش سهله قوي انها تطلع بطريقه بسيطه ومبسطه ولايت هارتد وكده يعني. فده اللي كان يعني
صعب البروسيس. طب احكي لي عن حاجات، بما انك بقى بتجربي حاجات كتيره جديده، ايه حاجات عملتيها ما كانش ليها علاقه بالسن؟ ملهاش علاقه بالسن ولا المفروض ليها علاقه بالسن؟ هي يعني على حسب المجتمع ممكن يكون ليها علاقه، بس انت بالنسبه لك ما كانش ليها علاقه. اه بالظبط. يعني انا من سنتين كده قررت ان انا طول عمري وانا بتفرج على الناس اللي هي في الشوز اللي هي بتتشعلق من سيلكس وبتعمل فليبس في الهواء وشقلبازات والفيلم دي، ان انا عايزه ابقى زيهم. وانا كنت 30 كيلو اكتر وزنا من دلوقتي، وما لياش قوي يعني، بلعب رياضه اخري زومبا رقص يعني، بس مش رياضه عنيفه. وما عنديش، هو الموضوع ده بتحتاج تبقى ناس بتلعب جيمناستكس ولياقه رهيبه ومرونه رهيبه، وانا لا اموت للحاجات دي بصله. بس كنت يعني في كده برنامج عملته وخسيت 30 كيلو، عملت فيديو عنه برضو لاني ادركت ان انا مدمن الطعام، بس دي قصه تانية يعني. بس لما اتعالجت الى حد ما من ادمان الطعام قررت ان انا اجرب يعني الموضوع ده، فقعدت تقريبا سنه بعافر معاه يعني. بس هو خطر جدا لان اي وقعه اموت، لان هو بتبقي في مخزن كبير قوي، سقف عالي جدا. انت عملتيه وانت كام سنه؟ كنت 42 سنه. انا دلوقتي داخله على 43 يعني في نوفمبر. بس فكان طبعا خطر جدا. بس هم حتى نفس المدرب السيرك ده يعني كان كل لما بيعملوا شوز كبيره لازم يعني يقول اسم يعني، ومعانا حد هنا وما تخلوش حاجه تقف في طريقكم، وشوفوا ازاي هي بتتمرن. ويعني كان في عرض شاركت فيه، بس تقريبا كانوا 10 بيساعدوني ان انا اخش واطلع من السيلكس وكده. بس كان ظريف يعني ان انا ما فكرتش خالص، يعني ما كنتش شايفه ان في حاجه ممكن توقفني من ان انا ابتدي. طيب احنا معانا تليفون. اوكي. الو الو ماريا. ايوه اهلا بيك. اهلا بحضرتك، ممكن بس تعلي صوتك شويه؟ ايوه حضرتك. ايوه انا معاك اهو. اتفضلي، انا سامعاكي وحاجة على الهوا. ايوه اهلا بيك حبيبتي. ايه رايك في موضوع السن؟ هل فعلا بتشوفي تمييز من المجتمع ضد الناس على حسب سنهم؟ لا، هو طبعا المفروض المجتمع ما يحاسبش الانسان على حسب سنه، على حسب مثلا العمل اللي بيقوم بيه او الحاجه المسؤول عنها يعني. لكن السن ما لهوش علاقه بحاجه زي كده. ممكن تبقى حد عنده 80 سنه وعنده نشاط اكثر من حد عنده 20 سنه مثلا يعني. ايوه ما هو ده صحيح، بس احنا دايما الفكره السايده في المجتمع ان دايما نقول ايه ده، مع انه شاب بس عاقل. في فكره سايده كده ان الشباب دايما طايش، او مع انه راجل كبير بس مركز. ايه رايك في الجمل اللي شبه دي؟ الجمل قولي حضرتك كده تاني معلش انا اسفه. اوقات كتيره في مجتمعاتنا بنقول انه مع انه شاب بس عاقل، او مع انه راجل كبير بس مركز. ايه رايك في جمل بتتقال شبه دي؟ هل اتعرضتي ليها قبل كده مثلا او لا؟ لا، هو يعني طبعا حسب الانسان، حسب البيئه اللي بينشا فيها، او حسب الوعي اللي بياخده من اي حد اكبر منه يعني. حسب ما الاكبر منه طبعا، اي انسان بيبقى فيه انسان اكبر منه مسؤول عنه في البيت اللي متربي فيه، فبيعلمه مثلا مبادئ، بيعلمه قيم، بيعلمه اساليب الحياه يعيش عليها. بشكرك قوي قوي، بشكرك يا ماريا جدا جدا على مداخلتك وعلى رايك. ارجع لك تاني يا ماريان. يس. بتشوفي انه بقى لسه اللي كنت بقوله لماريا على التليفون، بتشوفي انه لحد فين نظره المجتمع بتأيد البني ادم سواء كان صغير او كبير على حسب سنه؟ لا، هي طبعا بتأيد جدا يعني. في ناس بتبقى موهوبه جدا بس هم مش شايفين ان هم خبرتهم كافيه انها تعمل حاجه، والعكس صحيح يعني. في ناس بتبقى حاسه انها لسه قادره تدي والمجتمع مقرر ان هم كفايه عليهم كده يعني. وحتى انا يعني وانا بعمل الفيديو بلوج، ناس كتير قوي يعني قالوا لي ايه ده انت عايزه تبقي انفلونسر؟ قلت لهم لا، انا مش عايزه ابقى انفلونسر. بس يعني مش كبرتي بقى على الحاجات دي يعني؟ دايما الناس بتبقى حاسه يعني ان بتحط كده قوالب لحاجات معينه. ركزي مع عيالك بقى اولى. بالظبط. والانفلونسر ده لازم يبقى صغير ويبقى انتو فاشن، ومش تتكلمي بس عن حاجات هادفه والكلام ده. فيعني دايما في قوالب للناس المفروض تبقى بتعمل ايه وبتتكلم في ايه وكده. فيعني المجتمع بتاعنا عامه يعني بيحتاج معافره في حاجات ساعات. عايزه اقف معاكي عند حاجه قلتيها، حقيقه حاجتين. اول حاجه منهم انت بتقولي كنت اكتر من كده 30 كيلو. ده من قد ايه؟ انا خسيت بالظبط، اي ثينك ابتديت البرنامج
يعني سنتين وحبه فاتوا، وقعدت سنتين يعني ماشي عليه صراط مستقيم، وكنت وصلت بقى ان انا بقيت انسانه رفيعه جدا، يعني ارفع من كده بكثير كمان. فدي كانت حاجه غريبه عليا، لان انا طول حياتي انسانه تخينه جدا، فكان زي الحلم يعني. وكان ظريف ان انا يعني وانا سني 40 كان اول مره برضو حاجه بالنسبه لي جديده جدا ان انا اشوف الناس اللي هي مسلوعه زي حضرتك دي بيبقى ايه احساسها في الحياه، وده طبعا خليني اجرب حاجات كتير جديده جدا. بس هو ادمان الطعام ده انا ممكن يعني ده فيلم لوحده، بس ده حاجه حقيقيه قوي واخطر بكتير من ادمان المخدرات وادمان اي حاجه تانية. يعني هو بجد اخطر بكتير جدا، وبيتعالج زي يعني بيتعالج بجديه، فله علاج معين. بس زي ما قلت يعني في فيديو عملته عنه وتفاصيل كتيره كده يعني. مش هو مش بس ادمان الطعام الحقيقه، هو في فكره يعني سائده في المجتمع بتقول انه الحرق بيقل بعد ال 40، فانا بقى يعني هعمل مجهود ومش هلاقي حاجه. ده مش حقيقي بقى. لا بس حتى يعني البرنامج اللي انا عملته كان معانا ناس ابتدت 60 واكبر، والناس دي برضو فرق معاها جدا، انه كان دايما مش عارفين انه بيتقال لهم الحرق انتهى. بس هو بيشتغل مع اي حد يعني، هو حكايه ان الانسان بيبطل يحرق دي يعني ما افتكرش ان فيها حقيقه قوي يعني. لان شفت بنفسي يعني انه يعني لو الواحد فعلا اكله نظيف قوي، لا احنا معمولين كده كلنا من الاكل اللي بناكله من اساسنا لراسنا يعني. طيب بتسمعي جمل شبه خلاص بقى فات الاوان، متاخر قوي عليا يعني؟ اللي كان ابتدى الموضوع ده كان ابتدى من زمان، ايا كان بقى الموضوع ده، خساسان، رياضه، تعليم، نشاط، ايا كان ايه هو اللي هيبتدي ده. خلاص بقى راحت عليا، انا هاخد زمني وزمن غيري. صح. وانا مثلا دلوقتي انا مثلا باسس شركه جديده، وبرضو عشان اسسها وكده المجهود بتاعها يعني كل يقول لي انت لسه فيكي نفس تبتدي حاجه جديده وتبتدي، كاني ببتدي كارير دايما من الاول. بس يعني بالعكس انا بشوف ان دي متعه جامده جدا ان الواحد يجرب حاجات جديده. في برضو فيديو عملته عن الناس اللي متعدده المواهب او مالتي بوتنشلايت، ان كل ما الواحد يجرب حاجه جديده بيتعلم منها اكتر قوي، ويعني بتبقى حياته غنيه جدا لانه دخل في كذا تجربه ومش ماشي بس في يعني صراط واحد وما جربش حاجات اكتر وكده. طبعا بسمعها. بس بيبقى ايه احساسك يعني؟ لا بالعكس، بيبقى احساسي ان يعني انا مبسوطه ان انا يعني في جمله دايما بقولها ان ناس كتيره living بس مش كله alive، يعني في ناس كتير على قيد الحياه بس هم مش عايشين فعلا. انا يعني بحس ان انا يعني شجاعه اني اجرب حاجات وما بتفرقش معايا حاجه وكده، يعني بالنسبه لي دي احلى حاجه في الدنيا يعني. عايزه اختم معاكي، بس حابه تقولي لي بتربي ولادك ازاي بطريقه مختلفه؟ لا ولادي هم اللي بيربوني مبدئيا، بس هم يعني احنا في بيتنا احنا اصحاب قوي. والحاجات المختلفه بتهيألي يعني بالنسبه للاهالي الثانيه ان في ثلاث حاجات انا باكد عليها قوي. احنا عايشين في بلد يعني سهل قوي الواحد يبقى مهتم بالمناظر وباللبس والماركات والكلام ده يعني. بس احنا واحد من الاسره يعني عندنا بنحب قوي ان احنا تبقى حياتنا بسيطه جدا، فهم ظريف ان عيالي مش متاثرين بده وان هم طلباتهم بسيطه جدا، وبيفرق معانا ان احنا نبقى فعلا حياتنا بسيطه على قد ما نقدر. وهم بيشاركوا في حاجات كثيره خيريه وبيروحوا افريقيا كتير يساعدوا في مع ناس هناك يعني مجتمعات بتحتاج مساعده وكده، فده مخليهم مختلفين يعني عن ناس تانية. الحاجة التانية ان انا بحاول ان انا متفهمة جدا جدا ان جيل عيالي مش انا خالص، فبحس ان غير صحاب كتير ليا دايما بيحاولوا يطبقوا اللي هم طلعوا فيه على عيالهم، انا فاهمة ان ده مش هحاوله اصلا، ان جيلي مختلف، طريقة تربيتي مختلفة، كل حاجة مختلفة عنهم وكل دنيتهم مختلفة، فانا ما بحاولش ان انا خالص اطبق اللي انا طلعت فيه. بالعكس بحاول ابقى متفهمة يعني الاختلاف. بتنصحي كده؟ بنصح طبعا، بس ما بجبرش برضو يعني. وده يعني ناس كتير بتقول لا في حاجات لازم تجبري عليها العيال عشان يطلعوا ملتزمين وكده، بس انا بفضل قوي ان احنا نعمل الحاجة عشان احنا حابين نعملها ومقتنعين بيها، عن ان احنا يعني الحاجات الوحيدة اللي بجبر فيها الاكل الصحي وخناقتنا المعتادة، ومن وقت لوقت ان احنا نحضر حاجات معينة مثلا اللي هو ما ينفعش ما نحضرش خالص او كده. بس معظم الوقت يعني بفضل ان هم يبقوا هم اللي مختارين وهم اللي حابين اكتر من ان انا اجبر. فهي الحاجات اللي بحس انها يعني مختلفة شوية، ان انا يعني اكتر قريبة لعالمهم يعني عن عالمي انا يعني. بس طيب انا عارفة انه محدش قال لي بيساعد الناس تعيش احسن، ففي جمل بسيطة نفسي تقولي حاجة للاكبر سنا وحاجة للشباب الصغير. اوكي. لا للاكبر سنا، ودي شفتها كتير قوي من ناس كانت بتكتب لي دايما تعليقات يعني.
يعني كنت عامله مثلا فيديو عن هدف الحياه وكده او ان الواحد يحب نفسه ده اللي انتوا عرضتوه، فكانت ناس كتير قوي بتقول ان خلاص العمر اتسرق والوقت ضاع مني. عايزه اقول لهم يعني ان طبعا مفيش حاجه اسمها كده، يعني كونك لسه بتتنفسي او كونك لسه بتتنفس فالوقت لسه ما ضاعش. وعايزه اقول انه يعني انت عندك اختيار في اي لحظه، يعني ممكن تعتبر خلاص العمر اتسرق وتقعد مستني الموت زي ما حد كان بيقول، او تعمل حاجه مختلفه في اللحظه دي، والموضوع فعلا بيحتاج بس قرار، يعني مش محتاج اكتر من كده. فده للاكبر. للاصغر الفيديو بلوج هدفه حاضر. للاصغر الفيديو بلوج اصلا هدفه ان الحاجات اللي انا عرفتها متاخر في الدنيا كنت اعرفها للناس بدري. صحيح. فانصحهم يتفرجوا عليهم لان هي ساعدتني جامد جدا في حاجات كتير. بشكرك قوي قوي يا ماريانا على وجودك وعلى اختلافك وعلى انطلاقتك في الحياه وتشجيعك كمان للناس. ميرسي جدا. هنروح نشوف راي روزي في الموضوع ده في الميكروفون المفتوح ونرجع تاني بسرعه.